السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن حاجه بنشوفها في جيمات كتير مش مفهومه قوي بالنسبه لنا، المدرب او زميلك وهو بيساعدك وانت بتتمرن او انت بتشيل وزن معين. لازم نبقى متفقين ان دور الشخص اللي واقف وراك ان هو يامنك، ان انت لو مره واحده مش قادر تكمل العدات او الوزن هيقع عليك ان هو ياخد الوزن منك، انما مش دور ان هو يتمرن معاك. ما يبقاش انت الوزن تقيل عليك ومش قادر تكمل وهو واقف وراك بيشيل الوزن، ده هيديلك رقم انت فعليا مش قادر تشيله. لو انت مش قادر تشيل ال 100 كيلو شيل 80، انما ما تجيبش واحد يساعدك علشان تحس ان انت شلت ال 100 كيلو. دي حاجه ممكن تجيب لك اصابه وحاجه مش مفيده اطلاقا، والحركه بتاعه التمرين مش بتكون طبيعيه، فبالتالي دي حاجه مؤذيه مش حاجه هتفيد. نشيل يا جماعه الاوزان اللي على قدنا، لان الشخص اللي بيساعدنا مهمته الأساسية يأمننا، مش إن هو يشيل الوزن معانا. وشكرا.